مروين هي مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد بسر وطن وروحي ضلك نجسو قاري واتقلص عن سانة تلفيشة كعالمي جا جمهورية جيبوتي ورك يقع عاونا وحا كمد وزيركا غاشانديغا ee dalka Shiinaha oo isagu hoggaaminayo wafdi ballaaran ayaa booqday xerada ciidamada badda ee jamhuuriyadda Djibouti. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa wali ku guda jira socdaalka ku maraya gobolada dalka gudhiisa ee qayb ka ah hawlaha sijilada iyo qaybinta waraaqaha wadaniga ah. Daawad iyo intaasi waxay hayeen qodobada warkayga ugu door karoon hadda waxa ku soo dhawaatay isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle ayaa xalay gaaray magaalada Kinshasa xarunta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaana ka qayb qaadanaya shir madaxeedka 17aad ee urur dhaqaaleedka ee COMESA afaalada warkaasina waxay noo soo eegay wariye Ismaaciil Cumar Gelle دايرود سيدي مدحوينها جمهورية دا جبوتي مدن إسماعيل عمر قيلي وحا شريطوه مركي وقاريه مقالة دا كنشاسا يعاسمة دا حدال كاسي جمهورية دا جمهورادي كونغو هاي عقاد دقاتي قرون كد دايرود دا حجلي الكاسي هو سوردوين هير سرا مدحوينها لوغو دياري وحانا هالكاسي مدحوينها هاكو سوغيي هاكونا سوردوي رئيس الوزارة حدال كاسي جمهورية دا جمهورادي كونغو مستر ماتادا هابونيو او اسبو حمركاسي الكاسي مدحوينها كسور دوي وانا الكاسي لوغو هاتومي مدحوينها ميسي غاستانتا قرن دلكن جمهورية دا جبوتي كهرنا وحا مدحوينها الكاسي حرمو خوبها لوغو ديبي حيدو حسور دوين تاسي هاي قيب كتاي هولا حسور دوين تبادح دا كالدوان اي كقيب غادان اي شر مدحت كاسية أي أهلي يهين مدح ذا هو الدمد ذا يقو كبه بيها السوق مديسان إي كوميزا أو أي ودجير أولي يهين دلالك باريغا إي كونفورت قارد داني أفريكا وحانا الكاسية مدح وينه سلا شرف كي قاتي مدح ذا كالدون إي دلكاسي الكاسية هو إذا ماذا يجوا أحمر كاسية هالقيبة سوردوينتا هذا الكاسية جمهورية هذه مقرات دجا كونغو أي مدحوينها كسوردوين أيضا الكاسية وبربر تاجين يحيي رئيس الوزراء هما تاتا بونيو هوغستين هذا الكاسية جمهورية ديمقراطية دجا كونغو إذا ماذا ماموسكا هذا الكاسية جمهورية ديمقراطية كونغو oo halkaasii madaxweynaha soo hadhawayn wacan iyagu markaasii ugu soo hadhawayay isla markaasina halkaasii shirka 17aad ee madaxda qaaradda Afrika ay ku kulmayaan shirkaasi ayaa waxa uu yahay mid isagu madaxda wadamada suuq mideysan ee COMESA ay kaga hadli doonaan arrimaha dhinaca horumarinta ee ganacsiga iyo isdhaafsiga ganacsiga dalalkaasi ay wadajirka u leeyihiin waxana halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Gelle ku helinaya wafdi ballaaran oo ka mid yahay wasiirka ganacsiga ee dalkan iyo Djibouti iyo وزيرك ريبها ديبدا مدن محمود شعلي يوسف ومدن حسن أحمد بلالي أيضا الكاسية قولك مرتي شرف كا يقرون كالديورة دها هي مقالة دا سيكين شاسا يقرون كاسي ديورة دا جلي مدحونا وحقولك المية وحقها الرئيس الوزارة وزيرك غاشانديغا ee dalka Shiinaha Shang Wangong ayaa shalay gelinkii dambe booqday xerada ciidamada badda ee Djibouti wasiirka oo hoggaaminaya wafdi ballaaran ayaa ku jooga dalka booqasho hawleed waa kan Ismaaciil Cumar Ciige oo ino qaada dhigaya faalada warkaasi wasiirka difaaca jamhuuriyadda shacabiga Shiinaha Mr. Shang Wangong oo guddi jiray booqashada hawleed ee dalka Djibouti uu ku soo gaaray maalintii shalayto
مركيه وهجاري حرد سلقة دهاء إذا مضى بدا ذلكن يهجبوتي وحال قاسي كسور دوي سراكيشة كلا دوني إذا مضى هبدا وهرمودا كي هيها كلنا عبد الرحمن عشر أيضا وحال قاسي وحكوه لني يها وزير كا دفاع ذلكن يهجبوتي مدن حسن رار رفني يو أحمد أحد سراكيش سريا هي عيد مدى غرب كسيدة دل كان جبوتي القاسية أي أخو حاهو حكوس وبوقضي وزير كالدفاع عيد القاسية حشينها قيبها كلا دوانة هي حمر سلا يو أصيدو كليا حقول كلا دوانة عيد مدى سيا حبادة إدل كان يها جبوتي أيضو هالكاسية حلساري حميدة كاميدة مراكيب تا حيرير الدقال هي حدل كان يها جبوتي أيضو هالكاسية مناسبة داسية هي هيد مد إلى هبنكي حليتو الكاسية هك السعودية ولوجوس الدولية وزير الدفاع دل كاسية هشنا وإسلا الكاسية هكوس حية هبوق قرمة ذهب ك إذا ما دبده دل كان يه هجوبة إذا الكاسية هسيد وكله هدي ذو هلوجو قدوسي بغشدنيا يا وحا يا تايمد يدوها قيبك او لا حوجين تحريرين حريرة اسكاشية هي صاحب تنمو هي حد الكن جبوتي يدو الكاسية هشينا هكذا حيا يدو الكاسية هو كو هلينيين وفتية وحك كمدي هي جران كو قسر ريع إذا ماذا بدا يدو الكاسية هشينا ها إيو تليها قودي إذا ماذا شينا وزير كاريمها قدها مدن حسن عمر محمد أي بغضي شلي دقمد الرندا إكاترسن قولك تجورة بوقشدا وزير كأي قيب كأه سعودا الكوكومر أيو قبل الله دلك قديسا السؤول دقا جيو هولها سجلاد أي قيبين توراقدها وضاني كأه أي كفا إيدي سنيا نددك كردقان قوبها ريرميه وزير كأريمها قدها وهو قامين أي مسؤولين سرسر وكترسن وزارة ديسا أين الله سعودا المسؤولين تا قبل كاسو أي كمديهين قدوميها قبل كتجورة مدن عبد المالك محمد بنيتا أي قدوميها قولها معمولة قبل كاسي مدن حسن حسين مركي أي قارين قوب تاسي degmada sirnanda waxa halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay dadka ku dhaqan degmadaasi kadib wasiirka iyo gudoomiyaha gobolkaasi oo isgara fadhiyo waxay dhaqaajiyeen hawlaha sajilada iyo qaybinta waraaqadaha wadaniga ah ee degmooyinkaasi fogfog ee hoos yimaada gobolkaasi Tijora kadib wasiirku waxa uu la yeeshay kulan cuqaasha iyo dadka ku dhaqan degmadaasi Randa waxaan halkaasi ka hadlay dadka ku dhaqan degmadaasi oo iyagu hortaba umahadnaqay wafdigan uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha isla markaasina umahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo isagu hindisay in waraaqadaha la gaarsiiyo dhammaan dadka iyagu ku dhaqan goobaha fogfog ee reer miyiga ee gobolada dalka gudihiisa kadib waxa ka hadlay munaasabadaasi wasiirka arrimaha gudaha mudane Xasan Cumar Maxamed oo hortaba u mahadnaqay dadka ku dhaqan degmadaasi Randa sida diiran ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigii la socdayba waxa uuna gaarsiiyay wasiirka arrimaha guduhu salaan diiran oo uga siday dadkaasi ku dhaqan degmada Randa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaan u sheegay wasiirku in socdaalkani uu ku marayo gobolada dalka gudahiisa ay qayb ka tahay dhaqaajinta hawlaha sajilada iyo qaybinta waraaqadaha wadaniga ah ee la gaarsiinayo dadka ku dhaqan goobaha reer miyiga ama fogfog waxaana cadeeyay wasiirku dadka ku dhaqan degmadaasi Randa waxa uu cadeeyay ahmiyadda ay u leedahay qaadashada waraaqadahaasi wadaniga noloshooda oo ay kor u qaadayso isla markaasina waxa uu sheegay in talaabadani ay qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ee ku aadan in waraaqadaha la gaarsiiyo dhammaan dadka ku dhaqan dalka oo dhan gaar ahaan goobaha fogfog taasi oo kor u qaadaysa noloshooda la dagaalamaysa saboolnimada isla markaasina wasiirku waxa uu sheegay in qaadashada waraaqadaasi waraaqadaha wadanigu ay u fududeynayaan inay helaan adeeg caafimaad iyo waxbarasho iyaga iyo ubadkoogaba wasiirka shaqada mudane Cabdi Xuseen Axmed ayaa la kulmay shalay dhigiisa ee dalka boqortooyada Saudiiga kulankaasina waxa uu ka qabsoomay magaalada Riyadh ee dalkaasi Saudiiga
waxaa hadaba uu joogay kulankaasi danjiraha jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalkaasi Saudiiga mudane Diyaudin Saciid Bakhrama waxaana lagu soo qaaday iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalkaasi boqortooyada Saudiiga gaar ahaan ahmiyadda shaqaale reer Jabuuti ama shaqaalaha reer Jabuuti ee ka shaqeeya dalkaasi iyo sidii qaar kalaba loogu obiirin lahaa sidoo kale waxa ay isla soo qaadeen iskaashiga dhinaca tababarada ee ka dhaxeeya labada dal hadaba wasiirka oo ka qayb qaadanayay shirka wasiirada dhinaca shaqada ee dalalka carabta ayaa waxa uu la kulmay intuu socday shirkaasi xubno badan oo wasiira ah oo dhigiisa وزيرك عافيماتك دكتور قاسم إساق عثمان أو كسوغان مغالة دبي دالك إسكوتك إماراتك عربتا كان قيب قادنا إيا شروينها هيركا سرائي أي قابن قابسيها أي أدو قابل سن قرمدا مدوبي عافيماتك مغعيق مركا لصوغا بيلو يقانو OMS انتي وسعودي كنا كاسي أنت وسعود الشركة سي وحى الله وحى الله صو حى الله يكود هذا لين وزير ردو أهمية ده يقول هذا هي الجمع سو عافيمات كا جركا وعنا كسو قيب قاتي الشركة سي وسعودي لبم الموض وزير ردا عافيمات كا وح برشة ده سبورت كا دلنتا إيو جديد كا إيه لباتن دل أو دجمع هذا بالشركة ني أي قبل قابل سي هي أدو قابل سن قرمة دم دبي دنا عافيمات كا أي السو قيب كا أهددال كا لجهور تجيو أما لقولي ما يو حنونا ده لجك هذا جمع سي لا أنت أورك مستقبل كرندا أيها الشلي أقيبي أدق درعة إن كبدن بقول هوان أو يقول ده كان الدقمة ده أدقينه كأجدو بورتا موسى علي قبل كتجارة وعهد بوجوه مناسبة داسي قدوميها أورك مستقبل كرندا مدن حمد وأرامس وحنا كقيب قاتي مناسبة داسي نمان حمنها أوركاسي هوين كان اللو قيبية داقداني داركا أي أي وكسو جيدا قويسس هين تودو أي يرتا هاي إيه دقم داسي أددتك كردقان دقم داسي أدقينو إيه كاترسان قبل كاسي تجورة أي أي أغو كدي مركي لو قيبية هوي غاسي أما داركاسي أي أي أغو أما هدنا قي أوركاسي أسو غارسي يي داقداني أو أتمد سيدا أي تلمامين حلي أي أباهنا ين ururkaasi mustaqbalka Renda ayaa isagu ku hawlan u gargaarka dadka reer miyiga ee gobolkaasi sida aad halkaasi baad arkaysaan haweenay kamid ah haweenka iyagu ka faa'iideystay deeqdani adarka ah ayaa iyagu dhamaantoodba u mahadnaqay ururkaasi kadibna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururkaasi mudane Xamed Aramis oo sheegay in hawlaha la dagaalanka saboolnimadu ayna xuduud lahayn isla markaasi ururkiisu u go'aansaday inuu gaarsiiyo deeqdani dharka ah dadka ku dhaqan degmadaasi Adgueno deeqdani ma aha buuri mid iyadu daboolayso baahida meesha ka jirta hase yeeshee waa wixii aan kareynay ayaa wuri gudoomiyuhu waxa uuna u sheegayaa oo ka codsanaya ururada kale ee dalka in ay ku kacaan oo iyaguna ay sameeyaan hawlo qaar ka kuwaasi la mid ah danjiraha dalka Kuwait u fadhiya Jabuuti ayaa xalay ku qabtay munaasabad gudoon ah hoteelka Campiski munaasabadaasina ayaa ahayd mid lagu xuseeyay sanad guuraha 13 ee qarannimada dalkaasi isla markaasina aha ah tii 23 xilki dalkaasi xilliga dalkaasi laga xoreeyay Ciiraaq waxa uu joogay munaasabadaasi wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta mudane Muuse Axmed Xasan xubnaha diblomaasiyinta ee ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti iyo wakiil ka socday ururada degmada iyo kuwa caalamiga sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo isugu jira rayid iyo military marti sharafeedka hadaba ka soo qayb qaadatay munaasabadaasi waxa soo dhaweeyay danjiraha dalka Kuwait u fadhiya Jabuuti Faiza Ben Mujbil Al Mutari iyo qunsulka safaaradaasi Uthman Abdullah iyo mas'uulka dhinaca maareynta iyo maaliyadda ee safaaradaasi Salah Nasir Al Fagri hadaba danjiraha dalkaasi Kuwait u fadhiya Jabuuti oo ay hareer joogaan mas'uuliyiin sarsare oo iyagu ka qayb qaadanaya oo ka qayb qaatay munaasabadaasi ayaa iyagu si wada jir ah u gooyay kaaga lagu tala galay munaasabadaasi kadibna waxa halkaasii lagu garaacay ama halkaasii lagu soo bandhigay miisiga astaanta u ah qarannimada labada dal jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalkaasi Kuwait
كدب وحكاها لمناسبة داسي حسك عيدا قراني مو ادل كاسي كويدا دنجرها دل كاسي وفريا جبوتي فايز بن مجمل المتاري اوهر تبايسوغو امه هدنقاي مرتلي شرفات كاكسو قايب قادتي مناسبة داسي او شاقين اي قايب كتاي حليل كوناكسين اي كرد حيال لابد الدل وحانا اي نوسو اكتاي حاوى محمد يوسف ارحب بكم اطيب ترحيب لمشاركتكم دولة وحا آذ إني قصور دوينينا فرحادها إيو مناسبة دا آد نقال قيب قادان إيسان أو أحوسكي صدح إيو كنتونات إيكا سوريغي حليغي أي هانانتاي دولود دو كويت قراني مديدها إيو وليبا حوسكا صدح يلاباتناد إيكا سوريغي حليغي أي دولود دو كويت أي هاشي حرني مديدا حوسكاني قران أي نحسوسين أي وقتيا دي أدرا أي لوغ لي ددالك آذكا أه سيدي لوهي للها قبنموه إيو دالكاسي كويت أي أو بحيين نفتو ده يمالكو غاها دادك ريكويت سيدي أن أغار الهين دالكو ديسان مبادي ديمقراطية أهاند يوليبا لوهي للها حقوق ده بنا آدنك تاسي أو أساس كيغو أوها إن لهور مريو رجوينك يهيمي لدا دادك موادنين تا ريكويت يوليبا دادك لدغان سيدي أي غوهي للهايين أما أي غوه دادكا سي أي غنولاني للهايين نباد وارتا إن كستون حسكني صدحي كنتوناد لهيرغلي وحيابا آد أدير أح أو قرشوين ودالك أدكتاي أياه ودالك سي كويت أغاري ونحقيشي وددكي سه ري كويت أي كهلين وحانا مناسبة داني صدحي كنتوناد آن آد نوغا فرحيني سه أما آن دبقو حسوسانينا مناسبة داسي أو داد آد أبداني أي فرحاد داسي نغلا قيب غاليان ولبنا آن آد أو حسوسانينا إن أي دلال بدن أو آن ولال نهي أجاسم كعشرات كأمضى حكية هي أمضان جولد أحمد يوسف ولا كعشري إذا مدى بوليس كقرن كيهيرجلي هؤلاء لجو باريو لجونا صورون يو سجائر كسيدا شرع الدريد ألوس وجريد ذلك جارهن نوع بنسل كأه أن كقرنين فاند أوربي بريد جيبوتي يسدوا كله بعها لايق إنه بعمي كذا هوسني هو مدرسة دحمال ما سعودية هي عيد ماذا أدنى عشرات كي ذلك إياها جبوتي هو يهلنا عيد ماذا بليس كا هي كوكب قبتنا إلى يشان يوها طبعا أجن عصتا هو يجو أحمر كاسير لو قبتي سجار كا أن مارك جا جبوتي أما سمد جبوتي أن وذن يوها بعها كلامي كذا هو كم ممنوع dalkan iyo jabuuti in laga iibgeliyo taasi oo ay mamnuucday go'aan madaxtooyo oo horey u soo baxday hawlahaasi qaybaha kala duwan ee ciidamada cashuuraadka ee dalkan iyo jabuuti ay hirgelinayaa mid markaasi ay ugu hortageeyaan hawlaha ganacsiga sharci darrada ee contrabandka oo markaasi laga ilaalinayo suuqyada kala duwan ee caasimada jabuuti agaasimaha جود حفيز هذا عشرات كذلك جبوتي هم مدن جولد أحمد يوسف أيانا طلب هذا سيسو دوية سو سد وكله ومهد علي إذا ماذا كله يا حبليس كذلك جبوتي وخوشة سيا هكو قرب سينا يجو إذا ماذا عشرات ك أيضا الكاسي وهرمود كها إنسبكتر حسن محمد حدليتا ويسقوا مركزي halka ka hadlay isla markaasina sheegay in talaabadan ay tahay mid lagu hortagayo ganacsiga iyadoo taasina horey dadka looga digay ayaa yiri inkastoo ay leegtahay hadaba cadadkiisu arintaasi sigaarkan waa la qaban isla markaasina dacwado ayaa laga weydiin doonaa dadkaas oo lagu furi doonaa bacahan ayaa sidoo kale ka mid ah bacaha mamnuuca ah ee noocyada plastiga ee qaybaha biodegradableka ah oo iyagu wax markaasi ah kuwo halis u leh dhibaatana u leh deegaanka faallada warkaasi la sidaad maqleysiin waxay noo soo eegay wariye Ismaaciil Cumar Cige iyadoo qayb ka ah isku diyaarinta xuska sanad guuraha 15-aad ee ka soo wareegay xilligii la aasaasay xisbiga isku taga shacabiga iyo horumarka ee RPP tartanka kubadda cagta ee u dhaxay Kaad Maris ee u dhaxaynaya unugyada xisbigaasi ee magaalada Xadda iyo gobolada dalka gudihiisa hadaba degmada Bulcaws gabagabadii ama finaalkii tartankaasi kubadda cagta waxaa ku kulmay kooxdi ka socotay unugyada unuga
حسبك سي إر بي بي حافظة كو يلبا إيو كوحدي كليك سعوتي حافظة أنوغ حافظة إر بي بي حافظة أرحبا هذا با عيارتاني أو لإسلي غيري غول كوليك أما بلونتي لإسلي غيري وحاو قدام بين أي قوش كرة عدي كوحدي كسعوتي أنوغ حسبك إر بي بي حافظة أرحبا أو كوبدي سي شن إيو أفر waxa hadaba isla waxa hadaba isla ciyaari doona labada kooxood ee ay ka soo kala baxay degmooyinka Bulcaws iyo Balbala oo iyagu kala ah Arxiba iyo Xayaabley ciyaarahaasi ayaa iyagu ah mid xisbi xoog loo sugayo kaado kubala nagatan xilimay saaku finaal imeteenihi kanki in tani ay ahayd qaybtii gabagabada ee degmadaasi Bulcaws oo sidii aad la socoteen ayaa wiili ay ku kulmeen kooxaha iyo ku kala socday xaafadaasi 2 iyo 2 iyo kooxdi kale ka socotay xaafadaasi Arxiba guushuna ay ku raacday kooxdi ka socotay unuga xisbiga RPP ee xaafadaasi Arxiba isan fuha namato hada beto itama yalla ka caagitna hay maanta waxaan u joognaa kooxdi finaalkii baan joognaa ciyaartii gabagabada ahayd ay isku yimaadeen kooxda Arxiba iyo kooxda Kartiyaan ee wamitoog imi kooxa laga soo noqday marka marxalada badan mande la soo marnay waxa gaar ahaan aniga farxad ii ah ee xafladdaas oo lagu qabtay xaafada Kartiyaan bis teeran karton ee sadu arkaysiina xibad askar ay u joogin laakiin dhalintii ree Kartiyaan bis iyo madaxda committee organization oo ay isku taxalujeen siday madaragtay u hirgelin lahaayeen turnuwaga een si qurux badan la way loogu dhamaatay waxa shicib joogana wayniga arkay marka in dhalinta ay u furfurcoon tahay ciyaaraha oo meelan iyan madaragtay meeshan mujleena hadda wadiyal intaasii waxay noogu dhan war wixii dalka naga soo gaaray waad kala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Djibouti warka caawana sidaad maqleysiin waxay gala qayb qaatay wariyasha kala ah Ismaaciil Umar Xige iyo Xawad Maxamed Yusuf انت عديب كل ما ينو ضمانت يا بوحا نبيتك الى امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.